حسين يا غريب. فيقف الرسول على باب الزهراء روحي فداها، يصيح يرفع صوته: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ فتقول الزهراء: أبا، البيت بيتك والكريمة كريمتك. قال: بني فاطمة، إن ربي أمرني أن أستأذن، ما أدخل هكذا، لأنه يعلم ما يجري على هذا البيت. لذلك هذا الشاعر اللي قرأت لكم أبياته وتقرأ بالمناسبة هذه الليلة يخاطب الباب ويعاتب باب الزهراء. وللذين يشككون أن المدينة ما كان فيها أبواب، ليقرأوا في سورة النساء في السور الأخرى كيف المدينة كان لها أبواب، وكيف الله يقول: أو ما ملكتم مفاتحه بأيديكم. وخيبر كانت على مقربة من المدينة، وحصون خيبر وأبواب خيبر، فالأبواب موجودة حبيبي. ويشهد على ذلك المحسن روحي له الفداء، المحسن السقط، عندما تذكره شوف سقط بين الحائط والباب: يا باب فاطم لا طرقت بخيفة، ويد الهدى سدلت عليك حجابا، نفسي فداك أما علمت بفاطم. وقفت وراك تناشد الأصحاب: يا أما رققت لضلعها لما انحنى كسرين، وعنه تزجر المرتابة، أفهل درى المسمار يوم أصابها في قلبها قلب النبي أصابا، عتبي على الأعتاب أسقط محسن. احنا ما نشمع بواكي، ما نشبع بواكي على الزهراء حبيبي، هذه أمكم فاطمة. عتبي على الأعتاب أسقط محسن فيها، ومن هالت لذاك ترابا، يا الباب لبست الحزن طول الدهر، يا الباب ذهيل ولا بقى لفكر، يا الباب يا الباب أنشدك وين محسن سقط، يا الباب يوم العصرة والزهرة الزكية. واستمرت بأبي أمي وآلامها وأحزانها إلى هذا اليوم، في كل يوم يتجدد العزاء عند فاطمة روحي فداها.